وحول احتفال المصريين في العديد من المحافظات والمدن بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ينضم إلينا من العريش مباشرة الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، يرحب بك، كل عام وأنتم بخير. كيف رصدتم وتابعتم احتفالات المصريين في العريش بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة؟ تحياتي لك ولكل متابعينا كل عام والمصريين جميعا بألف خير بمرور هذه الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة، وتحديدا من مدينة العريش، وتحديدا أكثر من ميدان الشهداء بحي المسعيد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث الاحتفاء والاحتفال هنا بنوع خاص من هذه المدينة تحديدا. ونحن نتحدث عن موقع شاهد على التحول من رفض الهزيمة إلى الانتصار، وأيضا الآن الشاهد على التحول من المواجهات إلى التنمية والبناء. إذا تحدثنا عن هذه المحافظة التي تشهد احتفاء من نوع خاص بعدد من المشاريع وافتتاحات في عدد من المجالات المختلفة، بدأ الاحتفاء والاحتفال منذ الأمس بقيام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بوضع كليل الزهور عند النصبة التذكاري للجندي المجهول، وأيضا هناك العديد من الافتتاحات للمشاريع المختلفة بكافة مناحي الحياة، منها اليوم بافتتاح مسجد السبيل بحي المسعيد بمدينة العريش، وأيضا افتتاح عدد من المحال التجارية والمخابز لخدمة المواطنين هنا في لأهالي سيناء. وأيضا إذا تحدثنا عن أكثر من 10 عمارات سكنية تم افتتاحها اليوم لتسلمها إلى المواطنين والأهالي هنا بمدينة العريش. وإذا تحدثنا عن الاحتفاء والاحتفال، هناك حفل كبير تقيمه المحافظة مساء اليوم احتفاء بهذه الذكرى لحرب أكتوبر. وكما نتحدث كثيرا أن كافة المحافظات تمتلك من الأعياد القومية عيد لكل محافظة، أما هنا في محافظة شمال سيناء الاحتفاء كبير بأكثر من مناسبة وأكثر من عيد، عيد اليوم، عيد أكتوبر، حرب أكتوبر المجيد والنصر، وأيضا في 25 من إبريل عيد تحرير سيناء تحتفي به المحافظة كعيد قومي لها. الاحتفاء هنا من شمال سيناء له طابع ونوع خاص بشكل كبير، وأيضا المدينة مع الاتجاه نحو التنمية والتطوير، وهو الهدف الجديد، العبور الجديد. ومع ذكرى أكتوبر تأتي أيضا التنمية، تأتي الافتتاحات، تأتي المشاريع. هذا هو المشهد هنا بمدينة العريش بشمال سيناء، وعودة إليك. أشكرك شكرا جزيلا زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش.